صرح ديني يخطف الأنظار، يتباهى بمئذنتيه الشامختين، يتوسط مدينة الصخر العتيق من أهم المنارات الدينية والعلمية في القارة الإفريقية، وهو ثاني أكبر مسجد في الجزائر بعد المسجد الأعظم. نحن في ضيافة مسجد الأمير عبد القادر بمدينة الجسور المعلقة قسنطينة. مسجد الأمير عبد القادر في قسنطينة هو كان أكبر مسجد في الجزائر قبل بناء مسجد الجزائر الأعظم. هذا المسجد هو فكرة راودت الراحل هواري بومدين. هذا الجامع الذي جاء أيضا بعد أن فرنسا عاثت فسادا في مساجد قسنطينة وفي عائلات قسنطينة، ذهب إليه مجموعة من أعيان قسنطينة وقالوا له: يا سيد الرئيس، نحن في قسنطينة مساجد أصبحت لا تكفي، ونحن في حاجة إلى جامع كبير باسم الشيخ عبد الحميد بن باديس. قال لهم: أنا أنجز جامع وجامعة للعلوم الإسلامية وجامع باسم الأمير عبد القادر في قسنطينة وجامع وجامعة بوهران. قرر في سنة 1970 وطلب من الرئاسة المصرية أن ترسل له كبير المهندسين. بدأ الإنجاز بهندسة معمارية بتكليف من مصطفى موسى المهندس المصري الكبير صديق الرئيس الراحل هواري بومدين والرئيس بن بلة، وهو الذي أطر مجموعة من المهندسين الكبار المصريين الذين قاموا بتصميم هذه التحفة المعمارية على أسس إسلامية بحثة، لأن هذا البناء هو مزيج بين الحضارة الإسلامية أو البناء الإسلامي، وداخله هو عبارة عن فسيفساء ومنمنمات وزليج كما نقولوا احنا بالدرجة، جزائري محض. بعدما أنجز هذا الجامع الذي يحمل حوالي 15,000 مصلي، بعد هذا مباشرة دشنت الجامعة من قبل الرئيس الراحل شادي بن جديد يوم 14 أكتوبر 1984، وفتحت أبوابها لطلبة العلم من داخل الجزائر ومن خارج الجزائر. قرار بتسمية هذا المسجد بمسجد الأمير عبد القادر هي صلة قرابة أو تقارب بين الشرق والغرب، حيث في الشرق في مدينة بن باديس أعطي الاسم لمؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، وفي وهران هو مسجد الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية، وهنا الربط أو القرابة أو التواصل بين شرق الجزائر وغربها. حي على الصلاة، خصوصية مسجد الأمير عبد القادر مسجد بمئذنتين، كل مئذنة طولها 107 متر. ارتفاع قبة المسجد اللي رانا تحتها هو 65 متر. المسجد يحتوي على عدة مرافق، منها المدرسة القرآنية، كانت به كذلك بعض الدروس من طرف الأساتذة، وخاصة في شهر رمضان المعظم. الشيخ الغزالي كان يسجل ودروس أسبوعية هنا بالنسبة لحديث الاثنين. الشيخ البوطي رحمة الله عليه، لما يدخل الإنسان هنا ويصلي ويسمع الدروس ويخرج يشوف روحه كأنه كان في حرم المكي أو المدني. آخر من زار
مسجد الأمير عبد القادر وألقى محاضرة فيه السنة الماضية هو الدكتور عبد الكافي حفظه الله ورعاه. الشيخ عبد الحليم السيد يقول لي زرنا كل الدول العربية ما وجدنا حضور كثيف يعني وغفير جدا إلا في الجزائر. كان تبادل كبير بين الجامع وجامعة الأمير عبد القادر وأيضا المؤسسات العلمية والدينية في العالم العربي والإسلامي. نستقبل هنا طلاب علم في الجامعة والجامع من إندونيسيا، من ماليزيا، من حتى البوسنة والهرسك سابقا، ومن من روسيا أيضا والشيشان. نحن حاليا موجودين في مسجد عبد القادر ومعجبين كثير بهذا المسجد، حيث تعمل معاني كثيرة بالنسبة للجزائريين من حيث استعادة هوية الجزائرية الوطنية والإسلامية والاجتماعية. زخرفة المسجد هي زخرفة جزائرية محضة، ولما نريد أن نقارن يعني هناك بعض النماذج نلقاوها مثلا في قصر أحمد باي، نفس النماذج ونفس التصميمات الموجودة في هذا المسجد. هذا المسجد طبعا شيء فريد من نوعه، حيث نجد فيه تكانين مختلفة تقليدية الجزائرية والبيزنطية والرومانية. يدل هذا الأمر على انفتاح الجزائر أمام العالم من حيث اكتساب التقانين المختلفة. وعندنا شباب اللي راهم كما منضبطين وعندهم مواقيت أفواج من الصباح حتى المساء، يحفظون القرآن الكريم، يدرسون أحكام تجويد كذلك مخارج الحرف، والحمد لله يعني كل سنة تخرج عدد كبير من الطلبة حفظ القرآن الكريم، ويكرموهم في شهر رمضان أو في أيام مثلا مولد النبي الشريف مسابقة عن طريق وزارة الشؤون الدينية، ويكون تكريم إلى عمره إلى كل واحد مثلا النتيجة تاعو. هذا الآن الجامع عنده سمعة دولية عالمية وليس له علاقة بقسنطينة فقط أو بالجزائر.